مرحبا وتحية طيبة إلى كل مشاهدين قناة دريم دائما من القلب إلى القلب بشهر رمضان المبارك. اليوم رح يكون في عنا 4 أطباق دائما تحت ست البيت، ما تكون محتارة، رح نكون نحن معه ونعطي أفكار كتير حلوة. اليوم رح يكون في عنا يخنة الأرضي شوكي، أرضي شوكي أو الخرشوف. خلينا نشوف المكونات. مكونات يخنة أرضي شوكي مع اللحم والأرز بالشعيرية: بصل عدد 2، ثوم عدد 4 حبة، كزبرة خضراء نصف باقة، ربع كيلو لحم، نصف كيلو قلب خرشوف، أرز بالشعيرية مسلوق، نصف كوب عصير ليمون، شوربة البقر حسب الحاجة، ملعقة كبيرة نشا مزوب بالماء عدد 2، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا، نحن جهزنا الطنجرة ودائما الطبق الخرشوف وطبق لذيذ وشهي، وبحب ذكركم دائما انه نحن بس ناكل الطبق فانا ما بنحس بتقل على المعدة. وبخلال تعرف نحن بفصل الصيف مشاهدينا بشهر رمضان المبارك، من بعد ما يكون واحد صايم خلال النهار، الافضل دائما يتناول الوجبات تدريجيا حتى هالجسم يستوعب المعدة ما تكون في ضغط عليها فرد مرة. فمنبلش نحن بالتمر والعصير والسلطة وال طواجن او اليخني، اللي اليوم رح يكون عندنا يخني مميزه جدا، واكيد رح نضيف نحن بهالوقت الزيت النباتي. ممكن نستعمل السمنه بس انا دائما بعض الاوقات بفضل يكون اكل هيك طبق خفيف مثل هذا طبقنا اليوم، طبق صحي جدا وسهل الاستعمال. الرز بشعيريه، نحن سلقنا رز مشاهدينا والرز مع الشعيريه طبعا، وبكل فخر استعملنا الارز المصري. هون نحن بدنا نجهز طبعا الرز المصري للي جهزني، وطبعا رح يكون في عنا بوسط المائدة تقديم هالرز الشهي. هون عندي الرز انا هون، اذا حدا بحب يضيف له شوي فلفل اسود بيعطي نكهة طيبة كمان. مش بطالة، هون الرز صار عنا جاهز، ومن ثم رح نبلش نقطع البصل. اوكي، هون احنا بدنا نفرم البصل فرما ناعما. دايما انتبهوا اصابعكم انتوا عم تفرموا البصل، خاصة البصل الحبة الكبيرة. هون بذكركم مشاهدينا انه بس نفرم البصل ما تكون او ما يكونوا اصابعنا مفتوحين، دايما اذا بيكونوا هالاصابع بهالشكل مش بهالشكل، لانه هون في مجال نحن عم نفرم. ايه ملاحظين هون نجرح اصبعنا، الافضل دائما يكون بهالوضعيه. والبصل هون نحن عم نقص فرما ناعما، انا هون عم بفرم فرم خشن. ومن ثم كمان بهالطريقة صار عندنا كمية من البصل حرزانة. لاحظتوا كيف بصلة صغيرة، بدنا 3-4 بصلة كبيرة تكفي قد 3-4 بصلات. نحن هون بالحلة، من ثم انا هون اضيف البصل كمان، تحريك للبصل مع الزيت النباتي. نار خفيفه دائما، النار مشاهدينا لازم يكون مثل البورصة، يعني قويناها لقينا الزيت حمي، البصل بلش يندلع منخفف، لقينا الطنجرة مثلا مش عم تقلع مزبوط من أول النار. بس نحن هلأ بما أنه الطنجرة حامية جدا أو الحلة حامية جدا، نحن عم نحرك البصل، بلش تطلع ريحة البصل ولكن بطيب أكثر وقت نضيف الثوم ونضيف كمان الكزبرة. أنا هونك يا مشاهدينا الثوم
بدنا نفرمه كمان. دايما انتبهوا اعصابيكم، مسكركم التوم او الجارليك او كما يقال في اللغه الفرنسيه لاي. ولكن احنا بواسطه السكين، يا سلام، كمان احنا في عندنا الكزبره الخضراء هون. صار بدها تقوي النار، بلش البصل يدبل ويشقر. طب ليش نحن بيسألونا كثير من الستات انه بس نحط البصل تحرك ثاني ونزيد الاضافات؟ لا، لازم دائما البصل يشقر ويدبل. وقت بيشقر ويدبل ريحته نكهته بتعطي اضعاف واضعاف طعم مزار. اذا في حد غير سقطنا البصل وحركنا الثوم الكزبره نحس انه مذاقه مش طيب، وما رح يعطي مفعول للي رح يكون البصل دبلان. هون اذا لاحظنا بلش يدبل ويشقر البصل. بهالوقت انا رح ضيف ثوم، الثوم اللي فرمناه نحن طبعا، ومن ثم كمان رح نضيف الكزبره الخضراء. هون الكزبره الخضراء كان بدنا نفرمها فرم ناعم. كمان رح نضيف فوق المزيج كزبرة. يا جماعة كيف ما حطيناها بتعطي طعم ومذاق رائع جدا. هون لكن نحن الكزبرة والبصل والثوم عظيم. هون لكن نحن البصل. انا هون رح ضيف اللحم، راس عصفور، لحم بيتلو، لحم ضان، شو عنا لحم قطع عصفور مقطع. انا هون اذا لاحظتوا بالسلق حاطط ورق غار دائما بالسلق مع بصل. هلا البصل ما في مشكله مشاهدينا انه البصل حينخلط مع البصل للي نحن دبلناه على النار. هون لاحظنا نضفنا اللحم مع شوربة البقر، وانا حزيتها شوي. يا سلام، اوه هون كمان مع اضافة الملح والفلفل. الملح اللي بنطحنه بطريقة سهلة وسريعة بيعطينا نكهة ومذاق رائع. يا سلام، كمان تحريك. عندنا هون نحن الخرشوف او قلب الخرشوف او قلب الارض الشوكي اللي موجود عندنا هون، بتقص انا الى نصفين مشاهدينا بطريقه كثير سهله، يخلي سريعه. يعني نحن مثل ما شفتوا ما اخذ معنا وقت اكثر من 10 دقائق. هون نخفف شوي النار، كمان رح كفي تقطيع الخرشوف. شوف اللي بيطلع بمصر بكميات هائلة جدا، أرض البركة أرض الخير. هون بدي حرك كمان. يا سلام، دايما مشاهدينا تأملوا بالطبخة، أعطوها حنان، أعطوها ابتسامة حلوة، بتحسوا إنه هالطبخة صارت تتحسن أفضل بكتير. يعني وقت بنطبخ دايما من القلب من جوا بينبع النفس بتطلع نكهة طيبة. هون هالأرض الشوكي أو الخرشوف أنا رح ضيفها بقلب الحلة. ومن ثم نحن في عنا هون نحن مشاهدينا نشا مذوب بالماء. طبعا النشا للي بيعطيها شوية تماسك لهال
المرقة أو شوربة البقر، يعني بنحسها صار عندنا تماسك أكثر. للي بيحبها تضلها دائما سائلة ما يحط لها نشا، بس هي دائما لازم تكون في عندنا تماسك لهالصلصة. بس نحن هنحط لها نار خفيفة، ومن ثم رح نغطي الحلة، خلي الحلة تستوي. طبعا رز المسلوق اللي نحن جهزناه قبل بوقت